أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل التفاسير التي تنصحون بها طالب العلم المبتدئ؟ تفسير ابن كثير، وإن إذا أنه صار عنده زيادة رغبة تفسير ابن جرير أضخم منه وأوسع، وهو على النهج السليم. تفسير ابن كثير على النهج السليم، تفسير البغوي على النهج السليم، وفي وقتنا الحاضر تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه كلها تفاسير جيدة وموثوقة. نعم.